السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه، نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي، وخاصه والموعد يقترب من المباراه الهامه والمصيريه في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا امام فريق الهلال السوداني الشقيق. ولكن الهلال السوداني اعترض لدى الكاف على عدد الجماهير، وهو 100 تذكرة اللي كان منحها للنادي الاهلي. النادي الاهلي هيطبق اللوائح وطلب بالفعل من شركة تذكرتي 2500 تذكرة لمشجعي الهلال السوداني. ان شاء الله النادي الاهلي جماهيره الوفية اللي هتكون حاضرة في الملعب تكون سر الفوز. وعشان كده عجبني الفيديو اللي نزل على الاكونتات الرسمية للنادي الاهلي في رسالة واضحة لجماهير النادي الاهلي: فرصتك بايدك، النادي الاهلي حريص كل الحرص على حضور جماهيره، لان جماهير النادي الاهلي من وجهة نظر اي منتمي للنادي الاهلي هي رقم واحد في صنع الانجازات وفي صنع مجد النادي الاهلي، بل هي كمان اللي لو حاد بعض المسؤولين في النادي الاهلي عن اتجاه النادي الاهلي التاريخي، جماهير النادي الاهلي بترده للاتجاه الصحيح. وعشان كده كان مهم جدا ان الفيديو ده يكون موجه لجماهير النادي الاهلي. 50,000 مشجع يلتزموا بالتشجيع المثالي والروح الرياضية، لان البعض يتمنى ان يقع النادي الاهلي في مشكلة جماهيرية في الملعب. واعتقد وصل للجميع، ولو مش متابع كان في لقاء اتعمل على سبيس المدرج على تويتر، وتحدث فيه احد المسؤولين السابقين بيعرف نفسه على انه معد نفسي لفريق الهلال السابق، ان هم كانوا بيتعاملوا مع لعيب الهلال وبيدربوهم على استفزاز المنافس واستفزاز الجماهير من اجل ان يخرج الجماهير عن سلوك التشجيع الرياضي، فيتم منح نقاط المباراة لفريق الهلال السوداني. ده اصلا متوقع، وعشان كده من طول الوقت كنت بقول لكم بيلعبوا جيم على استفزاز الجماهير، فاحنا ما نروحش للجيم ده. احنا الجيم بتاعنا يتلعب على 90 دقيقة، هيبقى فيه عنف، يبقى لازم العنف ده اللي هيكون في اول ربع ساعة متوقع من لاعب الهلال السوداني اللي بيلعبوا كرة قدم خشنة، ممكن تعرض لاعبين النادي الاهلي للاصابات، ان انت يكون عندك حذر مهم جدا وتأكيد على حكم المباراة في اي فاول بيتلعب في بداية المباراة، ان يكون في ضغط جماعي على الحكم، ان يكون فيه تطبيق للقانون. بقول ايه؟ تطبيق للقانون، الا هو ايه؟ الكرة التي تستحق انذار يمنح انذار، لان لو الحكم تهاون من اول المباراة هيكون الامر صعب جدا، وهيمنح الفرصة للاعب الهلال لاستمرار اللعب العنيف على اقدام لاعب النادي الاهلي، وقد يتعرض اي لاعب لا قدر الله لاصابة، وبالتالي لابد من الضغط على الحكم من اجل تطبيق القانون. لان عندي موضوع هتناوله عن قناة اون تايم سبورت، ولكن عبر الإذاعة، والحديث عن التحكيم والحديث عن مباراة الأهلي بشكل زملكاوي صارخ. خليني أكمل في قصة الجماهير، لأن مهم جدا تبقى عارف إن هيكون في الدرجة الثالثة والدرجة الثانية مدخلهم واحد، وبالتالي عشان منع للتكدس محتاجين إن أنت مشكورا تروح بدري، تلتزم في الصف، تلتزم في طابورك، تلتزم بأي نوع من أنواع الإجراءات الأمنية. ده شيء طبيعي جدا، أول مباراة بتتلعب ب50,000 مشجع، مباراة لها حساسية كبيرة جدا، فروح من بدري وخد فطارك، تفطر هناك إن شاء الله، وتقف بشكل منتظم لسرعة إجراءات الدخول، لأن العدد بيكون كبير جدا جدا جدا، وياريت نلتزم التشجيع المثالي وقمة الضبط النفسي، سواء من الجهات الأمنية مشكورة اللي وافقت على 50,000 او من مشجع النادي الاهلي. عايزين كلنا نبقى لحمة واحدة في هذه المباراة من اجل باذن الله حجز بطاقة التأهل. طبعا ده مهم جدا عن الفيديو اللي نزل، ولكن كل يعني الامنيات والدعوات الطيبة بالشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، تعرض لوعكة صحية يعني كان في المغرب، وطبعا عارفين جاله دور كورونا في المغرب وتم علاجه بشكل واضح الحمد لله، وقدر ان هو يعني يتعافى، ولكن بعض الاثار او اثار كورونا اثرت على التنفس وعملت التهاب في الشعب الهوائية، وكان الامر صعب جدا ان هو ما كانش قادر ان هو يروح للمستشفى، وجاله طبيب صدر وتم العلاج بالتنفس الصناعي وخد بعض الادوية، والنتائج مطمئنة للاشعة والتحليل اللي تم
عملها للكابتن محمود خطيب. ألف سلامة يا كابتن، وإن شاء الله يعني ترجع سليم معافى لمكانك ومكانتك في قلوب جماهير النادي الأهلي. ده بالنسبة لمباراة الأهلي والهلال السوداني والاستعداد ليها، وعجبني فكرة ان انت توجه رسالتك للجماهير، ولازم نشتغل كل اعلام النادي الاهلي اليومين اللي جايين دول على قمة ضبط النفس وقمة التشجيع المثالي، وان لا نتعرض للاستفزازات ولا نمارس اي نوع تحت ضغط استفزاز من المنافس، ويكون دايما سبورت للفريق في كل لحظات المباراة اللي هي 90 دقيقة. اتمنى يكون بس الفيديو ده التحفيز للجماهير يكون واصل بشكل واضح لكل جماهير النادي الاهلي اللي هتحضر المباراة، لان اعتقد استفزاز نادي الهلال السوداني فاق المدى في الفترة الاخيرة، واتوقع ان هو هيزيد يعني من وقت وصول البعثة لوقت بدء المباراة، وان شاء الله مع صافرة الحكم يكون النادي الاهلي هو الفريق المتواجد في دور الثمانية باذن الله. كلمنا عن نادي الزمالك في نقطة مهمة جدا لما قلت هنتعرض لحديث صارخ في اون تايم سبورت قنوات الراديو، وبيتكلموا عن ازاي اعلامي طبعا زملكاوي معروف، اخو اعلامي زملكاوي كان يعمل ويقدم برنامج في قناة نادي الزمالك، استضاف اعلامي شاب زملكاوي لم يحقق النجاح على الاطلاق على قناة نادي الزمالك، ونسوا تماما ان هم بيتحدثوا في مباراة مصرية للنادي الاهلي ولكرة القدم المصرية، وان انت في قناة محايدة المفترض، فالمفترض تقدم اراء تكون اراء موضوعية ولا تساعد على تأجيج المشاعر ولا تساعد على الفتنة والتعصب، ولكن للأسف لا يتعلم احد الدرس من اعلامي نادي الزمالك او المنتمين لنادي الزمالك، حتى لو انتقلوا للعمل في قنوات محايدة او منصات محايدة بيستمر نفس الاداء الصارخ تجاه النادي الاهلي. خليني اسمعكم، انا مش عايز اذكر اساميهم الحقيقه ولا عايز اجيب فيديوهات ليهم، فخليني اسمعكم زي فويس نوت كده للقصه دي عشان نعرف احنا رايحين فين، وليه مفيش مراجعات للناس دي، وليه مفيش حساب للناس دي، وليه مفيش صمت للناس دي في الفتره اللي ممكن يكون فيها ازمه كبيره جدا جدا جدا. ادي اول في دفع المرتبات، خلي بالك في نظريه يعني مثلا مره على فيديو على بوجريش طبعا بس بالخير عملها في اسماعيلي السنه الاسماعيلي وصل فيها ماتش فاصل في الاهلي، باع هاني سعيد في بدايه الموسم للزمالك بمبلغ وما جابش اي لاعب، خد الفلوس ادال اللعيبه مستحقات، كان بيدفع مساعدات لعيبته بدري بدري بدري، الاسماعيلي ساعتها وصل لمباراه فاصله وكان احق بالدوري ممكن لولا المباراه الشهيره بتاعت خطا كابتن محمد كمال ريش. فالقصد ان انت ده اعلامي زملكاوي فشل في انه يثبت حتى وجوده عند جماهير نادي الزمالك، وبالتالي لا داعي لذكر اسمه، بيتحدث قبل مباراة الاهلي والهلال السوداني وبيوضح ان النادي الاسماعيلي لما باع هاني سعيد للزمالك، برغم ان هاني سعيد وقتها دخل في مفاوضات مع النادي الاهلي وكان رغبته الانتقال للنادي الاهلي، وحصلت الازمة الشهيرة واتحاد الكرة منح نادي الزمالك أحقية شراء هاني سعيد من النادي الإسماعيلي، هو شاف إن ده مش خطف لاعبين، ولا شاف إن ده احتراف، ولا شاف أي حاجة، شاف إن اللاعب ده لما تم بيعه لنادي الزمالك الكابتن علي أبو جريشة استثمر الفلوس بتاعت اللي دفعها نادي الزمالك لهاني سعيد وقدر ينافس على الدوري، لكن لما لاعب من الإسماعيلي النادي الأهلي يشتريه ويشتريه ويدفع 7.5 مليون جنيه زي كابتن شريف عبد الفضيل في السنه اللي بعدها، لا انت كده بتهد الاسماعيلي، انت كده بتوقع الاسماعيلي. خلينا بره النطاق الاسماعيلي والقصه دي، لان هو تعرض لنقطه كمان لاحقيه النادي الاهلي بالدوري كده في القناه المحايده بشكل مطلق، قال لولا مباراه وخطا كمال ريشه الحكم في مباراه الاهلي وطلائع الجيش كان الاسماعيلي وقتها احق بالدوري، لكن هو يتناسى تماما الاخطاء اللي كانت ضد النادي الاهلي والحكم اللي كان من منطقه الاسماعيليه اللي طلع واعترف ان انا اسماعيلاوي وكان بطل هزيمه النادي الاهلي امام اتحاد الشرطه، ونسي ان الاتصالات هبط بسبب مجامله فجه لنادي الاسماعيلي في الغاء هدف واضح وصحيح 100% للاتصالات في مرمى الاسماعيلي في الاسبوع قبل الاخير من الدوري. هو ده بس المشكله؟ لا، مش هي دي المشكله. المشكله ان هو تعرض لمباراه الاهلي والهلال السوداني وتخيل ان هو بقى بيوجه رساله وكانه الناصح الامين. دايما ان في افريقيا
الحكم بيميل قليلا لساحب الارض وساعات بتبقى اكثر من قليلا، فدي من الحاجات اللي ممكن يستغلها برضو الاهلي. مش بيميل بقى بقرارات كبيره يعني، بس بتبقى الاول فاولات اللي كذا بتبقى ليك حاجه زي كده. يعني عملها بشكل عام التحكيم الافريقي مضر الكل، بس صاحب الارض يعني صاحب الارض يعني والغير صاحب الارض يعني مثلا كتير بتتكلم قوي فبيبقى مضر عليه، بس في صاحب الارض بنقول بيستفاد بشكل اكبر في العامل دي كلها. ممكن مع يعني فكره انه الكل بيشتكي من التحكيم، بس ده حوار ما بين اخوه زملكاويه في راديو اون تايم سبورت، وبيتكلم الاعلامي اللي فاشل في انه حتى يثبت وجوده عند جماهير نادي الزمالك برغم ان هو كان اعلامي فقوي، وبيقول ان التحكيم الافريقي بيميل لصاحب الارض، وهو مش بس في اخطاء كبيره، فعلى النادي الاهلي ان هو يستغل ده. هو حضرتك كابتن فاروق جعفر ده احد ابناء النادي الاهلي، للاسف انا هنا ممكن اعذرك في انك انت متفاهم ده، لان انت بتتعرض لده، لان كابتن فاروق جعفر احد اساطير نادي الزمالك طلع واعترف بده، وانا كنت قبلها بسنه قلت ان في فيديو شهير، وعرضت الفيديو على لسان كابتن مصطفى اسماعيل الجمل مدرب حراس مرمى في انديه قطريه بلقائه مع الكابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه، وقال فعلا كان بيتم الحكام بتنزل من المطار مع حكام ماتشات الزمالك الافريقيه في على ملعب نادي الزمالك او في استاد القاهره تروح تعمل شوبينج في بورسعيد. ده اللي قاله الكابتن فاروق جعفر، وقال ان انت حاجه من الاثنين، يا طرد يا ضرب الجزاء، فاحنا كنا بنختار ايه؟ كنا بنختار الطرد، كنا بنختار مش عارف ايه، الكابتن فاروق جعفر واختياراته. فده كان كلام بيحصل لنادي الزمالك. فانت تيجي في الوقت اللي فيه اتهامات موجهه للنادي الاهلي من جماهير الهلال السوداني اساسها هو اعلام نادي الزمالك اللي بيتقدم بالشكل ده، فيطلع يقول ان الحكم هيكون مجامل لصاحب الارض، والنادي الاهلي يستغل هذا التوقيت في انه يركب الجيم. ده اعلامي كان موجود في قناة نادي الزمالك مع اعلامي اللي مستضيفه برضو كان موجود في قناة نادي الزمالك، بيتقدم فين الكلام ده؟ بيتقال فين الكلام ده؟ على اون تايم سبورت. بيتقال فين؟ على اذاعة اون تايم سبورت. بيتقال ومفيش مراجعة ومفيش محاسبة ومفيش عقاب ومفيش حتى احساس بمسؤولية الموقف، ومفيش حتى احساس بان انت داخل على مباراة لها أهمية خاصة جدا تعرض المنافس فيها للأمن المصري، ودي القناة المنوط بيها إذاعة مباريات الدوري. هل في حد بيحاسب الناس دي؟ لا. أول مرة نتكلم في النقطة دي؟ لا. آخر مرة نتكلم في النقطة دي؟ لا. لكن هو ده الواضح، للأسف من أمن العقاب أساء الأدب. هنا بقى مش أساء الأدب، أساء التصرف. هنا بيشعل النار كعادة كإعلام نادي الزمالك من 2018، وهو أي مباراة عربية أنفخ في الرماد، اشعل الفتنة. الكلام ده لو على قناة نادي الزمالك كنا هنلتمس العذر وبرضه هنغلطه، لكن الكلام ده في قناة اون تايم سبورت. هل من محاسب؟ يعني قناة نادي الزمالك لما يطلع رئيس المنظومة الإعلامية في قناة نادي الزمالك ولم يستتر، يعني اذا بوليتم فاستتروا، لا ده وصل لمرحله مش عايز اسميها هي مرحله ايه، هو اكيد المستمع هيبقى عارف مرحله ايه، لما يطلع رئيس المنظومه الاعلاميه ويتكلم في قناه نادي الزمالك ويقول ان احنا كان في حلقه عيله فيها الريتم قوي، وبدات الناس تتعرض لانتقادات، وبدات الناس تتشتم، فاستشعرنا ان احنا ممكن نتوقف. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان رئيس نادي الزمالك السابق احد طبعا اللي كان بيقدموا الاساءات الليليه على قناه نادي الزمالك يكلم وزير الشباب والرياضه ويكلم نقيب الصحفيين كي يتجاوز الامر. سيبك من كارثه ان ده حصل، ان الوزير ونقيب الصحفيين ساعدوا في ان الشتايم دي تمر مرور الكرام برغم انها على قناه فضائيه، دي كارثه في حد ذاتها. لكن الكارثه الاكبر ان تكون دي عقليه المسؤول الاول عن المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك، ان في بلوى وطلع بيعلنها. الكلام ده لما كنا بنعمله على سبيل الكوميك في فيلم الكتكات كان على الاقل بيتقال الكلام ده والدنيا كلها اتفضحت دون علم شيخ حسني.
كانش يعرف ان المايكات شغاله، لكن هنا ده عارف ان الكاميرات والمايكات شغاله وطالع يتحدث عن مجاملات فجه ومحاباه لتجاوز وخروج عن النص. يعني بيعجز الكلام عن وصف مثل هذه الحالات، والله والله بيعجز الكلام عن وصف مثل هذه الحالات. اخيرا عشان ما طولش عليكم، عشان احنا في رمضان، الكابتن عصام الحضري كل ما بيتكلم بيخسر، الحاجة الوحيدة اللي بيكسبها هو اجر اللقاء اللي بيعمله في اي قناة فضائية، بيطلع يهاجم اي حد ويطلع يدعي على اي حد. واعتقد كان اهم وصف لي الوصف اللي وصفه له مانويل جوزيه. مانويل جوزيه ده كان عبقري في مش بس انه مدير فني، انه اكتر واحد واول واحد كشف عصام الحضري على حقيقته. وطبعا بعد ما عصام الحضري دخل في مشادات كبيرة مع مانويل جوزيه، رجع ان هو يقول ان مانويل جوزيه شخصية عظيمة و و و و وكان هو السبب في اعتزال، لانه قال لي انت حققت كل حاجة فليه مش بتعتزل. الحقيقة انت حققت كل حاجة لانك كنت مسنود بوضوح من شخص قوي جدا في الاتحاد المصري لكرة القدم وشخص مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو هاني ابو ريدة باعترافك. وان انت لما جيت مدير مدرب حراس مرمى للمنتخب المصري جاي بسبب علاقتك مع هاني ابو ريدة، وان انت اي حاجة حصلت لك في الفترة الاخيرة بعد 2010 كان بسبب علاقتك مع هاني ابو ريدة اللي خلتك تتجاوز وتروح لكابتن احمد ناجي تتخانق معاه على انه يلعب، واللي يهدي الامور هاني ابو ريدة. فيطلع يتحدث عن احمد حسام ميدو ويقول له ركز في نفسك واصلح نفسك، وانت بتكلم مين؟ انت تعرف انا مين؟ انا عصام الحضري الاسطورة. اي اسطورة؟ اسطورة الهرب الاولى. انت رمز للهروب، انت رمز للهروب، انت رمز للاعب اللي كان عنده موهبة ونعمة ربنا ادهاله وهو فرط فيها بسبب دي. اي اسطورة؟ اي اسطورة؟ مع كامل احترامي لحضرتك، يعني النقطة الاهم ان هو بيتحدث ان هو تعرض لسنوات من العذاب في النادي الاهلي هي اللي اجبرته على الرحيل، وان هو لو كان لقى ناصح امين له كان مش هيقدم على الخطوه دي. والكلام ده مش حقيقي، الكلام ده كذب وافتراء، لان الحقيقه ان هو تحدى الجميع وعمل مسلسل على النادي الاهلي وقال انا راجع تحت امر النادي الاهلي ومستعد لاي عقوبه النادي الاهلي طبقها عليا. ولما تم عقابه بالتدريب لوحده صور نفسه فيديو واشتكى النادي الاهلي في صفقه لم تحدث في تاريخ النادي الاهلي، ان لاعب يشتكي النادي الاهلي في الاتحاد الدولي الفيفا. فدموع التماسيح اكتشفتها جماهير النادي الاهلي لما طلع وندم وبكى في 2010. جماهير نادي الاهلي رفعت لافته كبيره، دموع في عيون وقحه. فكفايه كلام عن علاقتك بالنادي الاهلي، لان علاقتك بالنادي الاهلي بتخسرك كتير. والاهم كمان، هل في رد بقى من الكابتن محمد بركات اللي اتقال بوضوح ان انا قبل ما اروح اتعاقد مع الاتحاد السوري لكره القدم كنت ابلغت بركات، وبركات خاف من الضغط الجماهيري ورفض وانكر ان انا ابلغته؟ ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن المشرف على المنتخب الاولمبي عضو اتحاد كرة القدم. لو بركات ما ردش يبقى بركات فعلا عنده ازمة في انه يكون رجل مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. شوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.